أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على أهمية النهوض بالمنشآت الرياضية والانتقال بها إلى مرحلة جديدة تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص لاستغلالها بالصورة الأمثل، بما ينعكس إيجابا على مسيرة الحركة الرياضية. جاء ذلك لدى استقبال سموه عددا من ممثلي شركات ومؤسسات القطاع الخاص للاطلاع على مشاريع الرعاية الإسمية للمنشآت الرياضية واستمرار لمشروع ملاعب الفريج مع القطاع الخاص. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن الهيئة العامة للرياضة ماضية في خططها الرامية لتطوير المنشآت الرياضية عبر مشاريع الرعاية الإسمية بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعود بالفائدة على الرياضة البحرينية في ظل تحول الرياضة إلى صناعة، استكمالا لمسارات البناء والتنمية التي تعيشها الرياضة البحرينية. كما سيتواصل مشروع ملاعب الفرجان بإطلاق أكبر عدد من الملاعب الجديدة بالتعاون مع المؤسسات والشركات. أضاف سموه: ندرك تماما الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في الارتقاء بالحركة الرياضية، ولذا فإننا نعتزم تعزيز الشراكة مع هذا القطاع الحيوي لاستثمار المنشآت لضمان جودتها ولتكون لها قيمة حقيقية ومردود إيجابي على القطاع الرياضي. أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالجهود التي يبذلها القطاع الخاص من خلال دعم القطاع الرياضي، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في تحقيق العديد من المكتسبات والنجاحات، شاكرا ومقدرا سموه التعاون الذي تبديه مختلف الشركات والمؤسسات والبنوك تجاه الرياضة لتكون شريكا أساسيا فيما تحقق من إنجازات.